نادورسيتي.com يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها والحافظات الفضليات. السلام عليكم جميعا. البداية باسمكم جميعا أرحب بأستاذة عضو المجلس العلمي لبركان التي أبت إلا أن تشاركنا هذه الفرحة الكبيرة والعظيمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به المجلس العلمي المحلي لإقليم النادور كل سنة في مثل هذه البهجة وفي مثل هذه الفرحة الكبيرة. فهذا الحفل يريده المجلس العلمي أن يكون أسبوعا كاملا كما هو مستطر في البرنامج الذي ستتلوه عليكم الأستاذة فاطمة بالدريسات مشكورة. ونرحب بالأستاذة ومن خلالها نبلغ تحياتنا إلى المجلس العلمي لبركان وعلى رأسه الأستاذ الدكتور السي محمد الحباني هذا المجلس الفتي الذي يشق طريقه في مختلف الأنشطة. ونحن في الجهات الشرقية نقوم بتنسيق وبتعاون تام من أجل إنجاز أنشطة متميزة وأنشطة وازنة. وبهذه المناسبة أحيي المرأة بصفة عامة وخاصة المرأة المغربية التي لا تجد ضالتها إلا في هذا الدين إلا في هذا الإسلام، الذين يحاولون أن يدافعوا عن المرأة ويزعمون أنهم يدافعون عن المرأة خارج الإسلام وخارج الدين إنما يتذكرون لأحكام ربانية جاءت منذ 15 قرنا لتكرم المرأة ولترفع من شأنها وقدرها. ولذلك السورج التمازيغ تبغى لا تخص الصح تبغى لا تخص الصحة أتاف الكرامة النس أتاف القدر النس أتاف حقوق النس قيد الإسلام. ف الشيء بدا من مسلمين ان الاسلام دخل للدفاع. هذه شان حاجه كثار سد الاسلام باش دخل للدفاع. ها؟ اذا الاسلام تندفع الصغار. من ليس للاسلام الاوامر، النواهي، الاحكام ولا شيء، شان حاجه.